السلام عليكم ورحمة الله. أزوف اللون، مرحبا بكم في لايف سهرة يوم 11 نوفمبر من سنة 2023. لايف يتميز بحدثين مهمين. الحدث الأول هو تعيين نذير العرباوي وزير أول خلفا لأيمن بن عبد الرحمن سنة بالتحديد قبل الانتخابات الرئاسية، أي قبل قبل نهاية عهدة تبون. تعيين هذا فيه وما فيه، فيه أمور كثيرة، يحمل في طياته أمور كثيرة طبعا مخفية على الرأي العام، الشعب الجزائري. أمور راح نشكوها في هذا اللايف، تكلموا عليها بالتدقيق طبعا، بالإضافة إلى تعيين نذير العرباوي على رأس الحكومة الأولى. تم تعيين بوعلاء بوعلان خلفا له في على رأس ديوان الرئاسة، حتى وإن جاء في البيان أنه بالنيابة انتريمار، يعني بروفيزوار. درك نتكلموا على البروفيزوار وعلى الديراب وعلى كل شيء. الحدث الثاني تكلمنا عليه الصباح هو غياب الجزائر على قمة الرياض اللي جمعت قادة الدول العربية والإسلامية. غياب يدل عن ضعف تام لوزن الجزائر على الساحة الدولية، يعني الجزائر عاد ما توزنش غرام. بسبب من؟ بسببها العصابة الحاكمة. يعني الثقل هذاك اللي كان عند الجزائر، الرصيد اللي كان عندها، كلاو الدراهم وكلاو الرصيد وكلاو كلش وكلاو التاريخ ما خلوه. كلمة عليه مطولا، لأنه شكون الجزائري اللي ما يغيرش على بلاده؟ وشكون الجزائري ما يغيرش الحال كشف بلاده اللي ما تسواش بصلة الساحة الدولية ولا دولة تحترمها؟ شكون اللي ما يغيرش الحال على بلاده إلا طبعا الأندال والزلامة؟ طبعا اليوم الزلام الأندال والجريلو والذبان تلقوهم كثروا في لايف تاع الصباح، وهذا يفرحني لأني أقتنع لأني أزعجهم لما أفضحهم. كي نشوف كثروا الذباب الإلكتروني نفرح، نقول صافا سكراني مقلقهم السوجي هذا تاع اليوم، راه قلقهم على هذه. نعاود نرجع السوجي هذا بالتفاصيل قبل ما ندخلوا في تفاصيل هذه. نتكلموا كذلك على المسيرة اللي تنظمت في باريس من طرف الجالية المسلمة في فرنسا، ومسيرة نظمتها مؤسسات الدولة الفرنسية لصالح إسرائيل. نتكلم عليهم على كل حال اليوم بالتفصيل. صور، نشكر الأخ عبد الوهاب بقزوح اللي بعث لي صور هذه المظاهرة، بارك الله فيه عبد الوهاب. أرجلا فيني يا عبد الوهاب. قبل ما ندخلوا يعني إلى صلب موضوع
المواضيع للتفاصيل. تحية للإخوان الكثيرين اللي راهم يتابعوا فينا، والأول اللي كان اليوم على رأس القائمة فاتهم كامل محمد النجدي. بونسوار محمد النجدي. محمد عز الثاني كان حسن بوعنان، اليوم جماعة راهي ورزيق اللي او بي دي بوديوم خويا رزيق، شوية غدوة نقول لك واش من ساعة جوز وسبق. رزيق حبيبنا، ولكن جا اليوم سون لي بانان نيرس في دار إفان، نعم باسكو سكن في البانان. يحيى 34 مرحبا بك. محمد بومدين من الدار البيضاء، ليلو شبيبا، سمير أنا شاطون توجور فيدال parmi les fidèles. عبد الحق شردن من وجدة، وخونا ذا وايت دريم ريف بلون، وجمال مرنيش كوم توجور، اسماعيل حمايدي، كل اخوانكم تحية خاصة وحارة لكم، وكذلك لل واللي ما تابعوناش على المباشر كي تابعونا اون ديفيري، يعني تابعوا التسجيل، وكان يتابعوا ثاني جوست لي كابسول. بكل حال تحيه لكم جميعا. وليد قريش جون ديالنا، وليد باب الواد الله يبارك، مرحبا بك، انت مشكور على حضورك وسلمنا على الحومه وتهلا في الحومه ثاني. فوالا تحيه لكل الاخوان، الله يبارك عندكم كبير. ندخلوا في التفاصيل باش ما نضيعوش الوقت، شويه رانا محصولين بالوقت 9:15، في خطرة واحد قالي والله تصاور من سي هشام، ونحاولوا باش نداو شويه بكري، ولكن كاين يعني وقت اللي بنادم يختاروا، هي يعني 9:30 هذا هو الوقت اللي يعني خاص الان. رانا نفس الوقت فرنسا مع دول شمال افريقيا، رانا نفس التوقيت. فوالا ندخل الى صلب المواضيع بعد الفاصل. هشام عباس، الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس، صحابي حر، هشام عباس.